مرحبا بكم أيها الإخوان مرة أخرى في قناة كويرية في الذاكرة. من بعد ما تكلمنا على لاعبين مغاربة اللي كانوا توفاو بسبب حمى المستنقعات الإفريقية، ذكرنا منهم عزيز ديدي الله يرحمه، زكريا الزروالي الله يرحمه، قدور الله يرحمه، حارس قدور الله يرحمه. اليوم غادي نتكلموا على ثلاثة لاعبين مغاربة فقدوا حياتهم في الملعب من بعد التدريب أو في أثناء إجراء مقابلات في البطولة الوطنية. الصورة المرحوم عادل التجرادي. عادل التجرادي اللي جاء من فريق الجيش الملكي والتحق بفريق أولمبيك خريبة. عادل التجرادي رحمه الله توفى من بعد واحد الحصة تدريبية كان قام بها فريق أولمبيك خريبة، ويحكى بأن عادل التجرادي وفاه الأجل المحتوم من بعد هد رحمه الله، من بعد هذيك التدريبات اللي كان قام بها فريق أولمبيك خريبة. في الصورة عادل التجرادي رحمه الله اللي كان ذو لياقة بدنية هائلة وكان مهاجم وكان هداف، ولكن كان الأجل كان له رأي آخر وتوفى رحمه الله. في الصورة يوسف بالخوجة رحمه الله. يوسف بالخوجة اللي كتذكر جماهير البيضاوية والمغربية أنه توفى أثناء مقابلة الديربي ما بين الرجاء والوداد، وسقط فجأة، سقط في الملعب وقدمت له الإسعافات الأولية، ولكن دون جدوى وافاه الأجل المحتوم رحمه الله. في الصورة أبرامي مع يوسف بالخوجة الله يرحمه، احنا كنتذكروا كاملين هذاك التدخل الرجولي والبطولي للاعب أبرامي اللي حاول إسعاف يوسف بالخوجة من اللي سقط، ولكن كان كما قلت الأجل المحتوم كيجيب بدون إنذار، وهذا قضاء الله وقدره وما عاد الإنسان ما يدير. وبطبيعة الحال بأن أي لعاب عنده الملف الرياضي الطبي ديالو وكيديروا تشخيصات على أمراض القلب وعلى جميع الأمراض قبل ما يدخل اللعاب أي فريق، ولكن هناك قدر وهناك أجل محتوم كيوقف الإنسان وكيفاجئه، سواء في مقابلة أو كان نائم أو كان غادي مار في الطريق، أو إنه الأجل المحتوم. من بعد يوسف بالخوجة وعادل التجرادي رحمهما الله، جواد أقدار رحمه الله. جواد أقدار لاعب أولمبيك خريبكة واللي كان التحق في فريق حسنية أكادير، وتوفى جواد أقدار بعد واحد المقابلة كان جراها فريق حسنية أكادير بملعب الإنبيعات. كان وقعت له أزمة قلبية كما كان حكى لاعب عميد فريق حسنية أكادير حيسة اللي كان كيحمل جواد أقدار في السيارة، ولكن لاحظ عليه بأنه كان أغمية عليه، ومن اللي حملوه للمستشفى كان المرحوم جواد أقدار كان غادر الحياة. وهذه هي الحياة، وكاين لاعبين اللي ماشي غير لاعبين مغاربة، هناك لاعبين كثر أجانب توفاهم الله وهم كيجريوا مقابلات ديال كرة القدم رحمهم الله. وحنا كنبشوا في الذاكرة هذه باش أي شخص وأي عاشق لكرة القدم يشوف هذا الفيديو يترحم، يطلب الرحمات العادل التجرادي رحمه الله، واليوسف بالخوجة رحمه الله، والجواد أقدار رحمه الله. هذا هو المصير المحتوم ديالنا جميعا، وهادو لاعبين توفوا في أثناء المقابلات الرياضية، ونطلب لهم الرحمات والمغفرة.